فور وصولهم نواكشوط باشر أعضاء البعثة الطبية الجزائرية عملهم في الميدان مقدمين يد العون للأشقاء الموريتانيين وتجربتهم في التكفل الأمثل بمرضى جائحة كورونا. منذ نهارين دونك جانا إخواننا الأطباء الجزائريين اللي يعاونونا يساعدونا ونتبادلوا لي زيكسبيريونس مع هذه الموجه الثانيه ما شاء الله هم اللي لكن الاخوان الجزائريين جاوا من اجل تسريع من وتيره مقاومه والقضاء على هذا الوباء. الطاقم الجزائري اللي جا نلاحظوا انسجام تام معنا في العمل اللي قايمين به ونلاحظوا ايضا على انهم عندهم دافع وعلى انهم يعاونونا. 5 أطباء مختصين في التخدير والإنعاش وعشرة أفراد من الشبه الطبي متخصصين في العناية المركزة تم توزيعهم على المراكز الاستشفائية حسب حاجة المصالح الصحية الموريتانية. في مصلحة الإنعاش لقينا تعاون كبير مع إخوة الأطباء هنايا، هم أطباء شباب ويملكون خبرة محترمة. رانا إخوة لهنا نقدموا المساعدة ونقدموا الخبرة تاعنا اللي نوصلها. الظرف الصحي الاستثنائي يبرز مرة أخرى عمق العلاقات الجزائرية الموريتانية والتعاون الإيجابي بين البلدين الشقيقين.